ما شاء الله، وش الاستقبال ذا؟ هذا وانا تارك كل شيء عشان اجي اشوفك. جاي تشوفني ولا تنقل اخباري اول باول؟ يا اخي حط نفسك مكاني، انا والله العظيم خايف عليك. خايف علي ولا تبي تعيش بدور البطل؟ تراك سويتها بهالدور. اذا تبي تصلح احد فابدا بنفسك، لا تفكر باللي حولك. أنا لو أدري إن السفر لمصلحتك كنت أول واحد وقف معك، بس أنا الوحيد اللي أعرف السبب اللي خلاك تسوي هالشيء. أنت قاعد تتهرب يا بدر. هذا الكلام ما عاد منه فايدة الحين، بس تدري أنا أشكرك. تدري ليش؟ لأني أنا كنت متردد، بس يوم علمت أبوي حسيت إن أنا ما أقدر أرجع بكلامي ولازم أسوي اللي أنا بديته. أنا خلاص بتطوع مع الدكاترة اللي موجودين هنا بالسعودية، واليوم بمشي.